السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم تاني وتطورات جديدة في قضية حنين حسام وتجديد حبس حنين حسام 15 يوما على زمن التحقيقات. إليكم التفاصيل. قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة اليوم الخميس تجديد حبس المتهم حنين حسام عبد القادر 15 يوما على زمن التحقيقات، وكانت النيابة أكدت في بيان لها أمس الأربعاء أنها قررت حجز حنين بعد أن واجهتها بما نسب إليها من اتهامات وما ضبط بحوزتها ومشاهدة مقاطع مصورة مذاعة لها وسؤال الضابط القائم بضبطها مجرى التحريات. وكانت النيابة العامة أعلنت عن بدء التحقيق مع المتهمة أول أمس الثلاثاء في الفيديوهات المنشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.